افتتح صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لأكاديمية تطوير الأعمال العالمية تكنوسفير الثاني 2012 تحت شعار تطوير الأعمال والمشاريع والتنمية في عصر العولمة ونهضة دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي تنظمه كلية إدارة الأعمال بشبكة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع أكاديمية تطوير الأعمال العالمية، وتستمر أعماله على مدار 3 أيام بمركز الشيخ زايد للمؤتمرات بمقر الجامعة. حضر الافتتاح سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الدكتور سعيد عبد الله سلمان الرئيس الأعلى لشبكة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، وعدد من المسؤولين بالدوائر والمؤسسات الحكومية والمتحدثين والمشاركين بالمؤتمر. واستهلت فعاليات المؤتمر بالنطق السامي لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان إذاناً بافتتاح أعمال المؤتمر، مشيداً سموه بالتطور الكبير الذي شهدته جامعة عجمان والقطاع التعليمي ككل، ووجه الشكر لمعالي الدكتور سعيد عبدالله سلمان على جهوده الدؤوبة في تطوير الجامعة وتنظيم مثل هذه المؤتمرات.